امنه بقره يوم هذا عيال حفره جنب الواد. باي المدرسة وآخر عام ينجح يلمكناسة زحن فاكون سمع فاسة نسقط نعيش بلا بركاسة 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 شبعني الوالد ملاسة 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 شبني باب الحراسة والدي سقع المؤسسة خسرت فلوسي بالكراسة ونرفع القلب على الفطور وآوي التربع قيف الكوزين ندور نغيرو طال وخرش بالفطور باينة غنى قاز الصور للأسف تشنج عضالي تراكم حمد واباني والمدير قد رآني وباسمي قد نداني بسين الإدارة تاني وهناك عقاباني قال لي شيك والدي كدروكا سني التزام تاخذ ورقة أغضبت وخرجت للزنقة بغيت ننسى شريت بربوقة عاود تبعت ليها قاقة صدقت في حكاية دقيقة رسالة واضحة القراية حاجة مليحة تنقاز الصورة فاضحة قرا مزيان تسد وظيفة تخدم شي مهنة شريفة تزوج دري ظريفة وداعني يا مدرسة وداعني يا مدرسة من بعد 15 عام ديال المحين تحن سيرة وقت السماح العاقة والو الحمد لله جبنا الكريطينة وتمنوا جميع الناس حضروا هذه الكريطينة اللي هي الباك الناس اللي عودوا العام نقولوا لهم بالتوفيق حلاوة الباك في عامين الناس اللي عندهم استدراكية الله يوفقهم الناس اللي نجحوا الله يجيب لهم التيسير شكر كبير المودمين اش بلاك كاع العشرة اللي عاونونا باش نوصلوا هذا الميساج ديال الدراسة حاجة مليحة الحمد لله مهم وهذا اخوكم امنير السلام عليكم.